قديش الطفل الصغير مشعر بالخوف يوم يشوف السلاح، يوم يشوف الجنود بهددوا بالصراخ وبالفوضى هاي، يوم يقتحموا الدار ويطبلوا عليها تأكيد هي مشاعر مخيفة للولد الصغير. مش منيح واني بعيد عن أهلي وصحابي واني بكيت مش مكمل كرايتي بعيد عن مدرستي وبلدي. فيش أي وسيلة اتصال غير المحاكم. كداش احنا كنا متلهفين للمحاكم نتطمن ونشوف اولادنا بصحة قدامنا، يعني واقفين قادرين انهم يوقفوا قادرين انهم يستوعبوا اللي صار. كداش يعني كانت تجربة صعبة، يعني احنا بكينا بهدلة واهانات طول الوقت قاتل الدخول. برضو يعني كان في حاجز بيني وبين ابني، يعني كداش كنت انا متلهفة اسلم عليه احضنه ألمسه حتى، يعني كان طبعاً ممنوع هذا الحكي. يعني ساعدوني من خلال تعيين محامي اللي ماسك تعيينه ودافع عني من دون أي مقابل، من دون أي مبالغ مالية، دافع عني ونقص من حكمي ودافع عن حكي.